بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصية حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبده بن سليمان وعبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير حدثني ابي كلاهما عن عبيد الله بهذا الاسناد غير انهما قالا وله شيء يوصي فيه، ولم يقولا يريد ان يوصي فيه. وحدثنا ابو كامل الجحدري، حدثنا حماد يعني ابن زيد، حا، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا اسماعيل يعني ابن عليا، كلاهما عن ايوب، حا، وحدثني ابو الطاهر، اخبرنا ابن وهب، اخبرني يونس، حا وحدثني هارون بن سعيد الايلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، حا وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا هشام يعني ابن سعد، كلهم عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله، وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ثلاث ليال الا ووصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، الا وعندي وصيتي. وحدثنيه ابو الطاهر وحرملة، قال اخبرنا ابن وهب: اخبرني يونس حا وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل حا وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث باب الوصية بالثلث حدثنا يحيى بن يحيى التميمي اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن ابيه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع من وجع اشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي واحده افاتصدق بثلثي مالي قال لا قال قلت افاتصدق بشطره قال لا الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس ولست تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى اللقمه تجعلها في في امراتك قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة، قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أن توفي بمكة حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة غير انه قال: وكان يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب، حدثني مصعب بن سعد عن ابيه قال: مرضت فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: دعني اقسم مالي حيث شئت. فأبى قلت فالنصف فأبى قلت فالثلث قال فسكت بعد الثلث قال فكان بعد الثلث جائزا وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله قال لا قلت فالنصف قال لا فقلت أبي الثلث فقال نعم والثلث كثير حدثنا محمد بن ابي عمر المكي حدثنا الثقفي عن ايوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثه من ولد سعد كلهم يحدثه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكه فبكى قال ما يبكيك فقال قد خشيت ان اموت بالارض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرار قال يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وانما يرثني ابنتي افاوصي بمالي كله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير ان صدقتك من مالك صدقه وان نفقتك على عيالك صدقه وانما تاكل امراتك من مالك صدقه وانك ان تدع اهلك بخير او قال بعيش خير من ان تدعهم يتكففون الناس وقال بيده وحدثني ابو الربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا ايوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثه من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكه فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث الثقفي وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن حدثني ثلاثه من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه فقال مرض سعد بمكه فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري حدثني ابراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وفي حديث وكيع كبير او كثير. باب وصول ثواب الصدقات الى الميت. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ان ابي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه ان اتصدق عنه قال نعم حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروه اخبرني ابي عن عائشه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلتت نفسها واني اظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله: إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وحدثناه أبو كُريب، حدثنا أبو أسامة، حا، وحدثني الحكم بن موسى، حدثنا شعيب بن إسحاق، حا، وحدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيد يعني بن زريع، حدثنا روح وهو ابن القاسم، حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جعفر بن عون، كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما: "فهل لي أجر؟" كما قال يحيى بن سعيد. وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما: "أفلها أجر؟" كرواية ابن بشر. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له. باب الوقف حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تامرني به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متاثل مالا قال ابن عون وانباني من قرا هذا الكتاب ان فيه غير متاثل مالا حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، حا، وحدثنا إسحاق أخبرنا أزهر السمان، حا، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله: أو يطعم صديقا غير متمول فيه. ولم يذكر ما بعده، وحديث ابن ابي عدي فيه ما ذكر سليم قوله، فحدثت بهذا الحديث محمدا الى اخره. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم، حدثنا ابو داوود الحفري عمر بن سعد، عن سفيان عن ابن عون، عن نافع عن ابن عمر، عن عمر، قال اصبت ارضا من ارض خيبر. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اصبت ارضا لم اصب مالا احب الي ولا انفس عندي منها وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده